الأصحاح السابع. وسار يسوع بعد ذلك في الجليل، وما شاء أن يسير في اليهودية، لأن اليهود كانوا يريدون أن يقتلوه. ولما اقترب عيد المظال عند اليهود، قال له إخوته: اترك هذا المكان واذهب إلى بلاد اليهودية حتى يرى التلاميذ أعمالك، فلا أحد يعمل في الخفية إذا أراد أن يعرفه الناس، وما دمت تعمل هذه الأعمال فاظهر نفسك للعالم. وكان إخوته أنفسهم لا يؤمنون به، فقال لهم يسوع: ما جاء وقتي بعد، وأما أنتم فالوقت في كل حين وقتكم. أنتم لا يبغضكم العالم، ولكنه يبغضني لأني أشهد على فساد أعماله. اصعدوا أنتم إلى العيد، فأنا لا أصعد إلى هذا العيد، لأن وقتي ما جاء بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. ولما صعد إخوته إلى العيد، صعد بعدهم في الخفية لا في العلانية. فكان اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون: أين هو؟ وتهامس الناس عليه، فقال بعضهم: هو رجل صالح. وقال آخرون: لا، هو يضلل الشعب. وما تحدث عنه أحد جهارا، خوفا من رؤساء اليهود. وفي منتصف أيام العيد صعد يسوع إلى الهيكل وأخذ يعلم. فتعجب اليهود وقالوا: كيف يعرف الكتب المقدسة وما تعلم؟ فأجابهم يسوع: ما تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني. إذا أراد أحد أن يعمل بمشيئة الله، عرف هل هذا التعليم من عند الله أو أني أتكلم من عندي. فالذي يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه، ولكن من يطلب المجد للذي أرسله فهو صادق لا غش فيه. أما أعطاكم موسى الشريعة ولا أحد منكم يعمل بها، لماذا تريدون أن تقتلوني؟ فأجابت الجموع: أنت فيك شيطان، فمن يريد أن يقتلك؟ فقال يسوع: ما عملت إلا عملا واحدا فتعجبتم كلكم. أمركم موسى بالختان، وما كان الختان من موسى بل من الآباء، فأخذتم تختنون الإنسان يوم السبت. فإذا كنتم تختنون الإنسان يوم السبت لئلا تخالفوا شريعة موسى، فكيف تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بأكمله يوم السبت؟ لا تحكموا على الظاهر، بل احكموا بالعدل. فقال بعض أهالي أورشليم: أما هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا، فهل اقتنع الرؤساء أنه المسيح؟ لكننا نعرف من أين جاء هذا الرجل، وأما المسيح فلا يعرف أحد حين يجيء من أين جاء. فقال يسوع بأعلى صوته وهو يعلم في الهيكل: أنتم تعرفوني وتعرفون من أين أنا، لكني ما جئت من عندي. ذاك الذي أرسلني هو حق، وأنتم لا تعرفونه، وأما أنا فأعرفه لأني من عنده جئت، وهو الذي أرسلني. فأرادوا أن يمسكوه، فما مد أحد يدا عليه، لأن ساعته ما جاءت بعد. ولكن كثيرين من الجمع آمنوا به وقالوا: أيعمل المسيح من الآيات حين يجيء أكثر مما عمل هذا الرجل؟ وسمع الفريسيون أن الناس يتهامسون بهذه الأمور على يسوع، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة حرسا ليمسكوه. فقال يسوع: سأبقى معكم وقتا قليلا ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبوني فلا تجدوني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تجيئوا. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين يذهب هذا فلا نقدر أن نجده؟ أيذهب إلى اليهود المشتتين بين اليونانيين ليعلم اليونانيين؟ ما معنى قوله ستطلبوني ولا تجدوني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تجيئوا؟ ووقف يسوع في آخر يوم من العيد، وهو أعظم أيامه، فقال بأعلى صوته:
إن عطش أحد فليجئ إلي ليشرب، ومن آمن بي كما قال الكتاب تفيض من صدره أنهار ماء حي. وعنى بكلامه الروح الذي سيناله المؤمنون به، فما كان الروح أعطي حتى الآن، لأن يسوع ما تمجد بعد. فقال كثيرون ممن سمعوا كلام يسوع: بالحقيقة هذا هو النبي. وقال غيرهم: هذا هو المسيح. وقال آخرون: أمن الجليل يجيء المسيح؟ أما قال الكتاب إن المسيح يجيء من نسل داود ومن بيت لحم مدينة داود؟ فانقسم رأي الناس فيه، وأراد بعضهم أن يمسكوه، فما مد أحد يدا عليه. ورجع الحرس إلى رؤساء الكهنة والفريسيين، فقال لهم هؤلاء: لماذا ما جئتم به؟ فأجاب الحرس: ما تكلم إنسان من قبل مثل هذا الرجل. فقال لهم الفريسيون: أخدعكم أنتم أيضا؟ أرأيتم واحدا من الرؤساء أو الفريسيين آمن به؟ أما هؤلاء العامة من الناس الذين يجهلون الشريعة فهم ملعونون. فقال نيكوديموس، وكان من الفريسيين وهو الذي جاء قبلا إلى يسوع: أتحكم شريعتنا على أحد قبل أن تسمعه وتعرف ما فعل؟ فأجابوه: أتكون أنت أيضا من الجليل؟ فتش تجد أن لا نبي يظهر من الجليل. ثم انصرف كل واحد منهم إلى بيته.